مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. يسعدنا أن نشرف بضيفتنا الأستاذة هبة زايد، استشاري أسري لايف كوتش ومدرب معتمد من المركز الكندي بمونتريال كندا، ومدرب معتمد ومدرب مهارات حياتية وأنوثة. أهلا بحضرتك يا أستاذة. أهلا بحضرتك. أستاذة هبة، إزاي تلوني حياتك؟ عشان أنا من حياتي لازم أعمل يعني الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقني بيها، إن أنا إزاي إن أنا أعرف أخرج الأنوثة بتاعتي، أخرجها إزاي هي موجودة جوايا أنا. بس للأسف في حياتنا اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي بنتعامل معها لأنها حاجة من بره، وإحنا بنخليها بنكتسبها من بره، بس مش دي الحقيقة خالص. هي من جوه نايمة وإحنا بنصحيها. تمام. ازاي بقى؟ يعني زمان، ايام زمان واحنا صغيرين، كان دايما بنتكلم على الانثى انها ست ضعيفه ومهزومه، والمفروض انها بتتجهز بس الراجل علشان ان هو ياخدها يبقى هو محور حياتها. فعلا. طيب بعد شويه عرفنا ان كده غلط طبعا. طب يا ريت حضرتك توضحي لنا، تلقي لنا الضوء على كده. يعني مثلا كنا دايما الاب لما يبقى عنده بنات واولاد كان دايما في تفرقه بين الولد، ان هو الولد هو بقى ظهره وسنده، وبنته دي يعني ايه، ملهاش اي الاهتمام، ممكن حتى في مستوى التعليم، حتى في الاهتمام بيها في جوه البيت تماما بيقل. طبعا. تبقى مهدره حقها، فهي حاولت تثبت نفسها، يعني هي ما بقتش قابله نفسها، وهي دي المشكله، ان احنا وصلنا لمرحله ان الست مش قابله نفسها بانوثتها اللي ربنا خلقها عليها، فحاولت تغير ده، فغيرته بطريقه تانية خالص، الناحيه التانية اللي بقت انها خلاص بقى المعتمدة على نفسها. يعني هي طبيعي انها معتمده على نفسها وتقدر تعمل كل حاجه، بس بقى فيها حته انها قويه، بتشيل مسؤوليه الراجل، فانوثتها بدات تنام، ان هي مثلا يعني خلاص هي كده بقت واخده مرحله تانية، جانب يعني بينيم الانوثه. احنا بقى عايزين نرجع الانوثه بتاعتها الطبيعيه. ترجعها ازاي؟ ازاي؟ ده اهم سؤال. علشان نرجعها لازم انها تبقى قابلة اصلا انها ست، لان خلاص هي المجتمع اللي احنا اتحطينا فيه ان هو الراجل بقى له كل ان هو كل الكماليات، بل بالعكس ديننا هو اللي ادانا كل الكماليات كانثى، ادانا كل الاحترام والتقدير. لو رجعنا بس نطبق التعاليم اللي موجوده في كتاب ربنا لديننا، ان اول حاجه انها تبقى مسامحه، لان التسامح بيعلي بيصحي الانوثه بطريقه مش طبيعيه. يبقى عندها السلام الداخلي، ان هي تعرف تحل كل مشكله تقبلها عشان تعرف تحلها، لان لو هي ما قابلتهاش صوتها بيعلى وبتخرج حاجات مش اللي هي المفروض في انوثتها، مش فطح. لان هي عايزه تبين انها قويه بس بالطريقه الغلط. مع ان هي لو قابلت المشكله وقعدت فكرت مع نفسها مره واثنين وثلاثه هتوصل لحل لو هي هاديه، انما لو مهيش هي هاديه وعملت زي ما شيطانها معناه اصح بيقول هتقلب الدنيا، ومش هتوصل للي هي عايزاه في الاخر، برضه مش هتوصل للي هي عايزاه، وترجع تقول انا ليه بتعامل كده، انا ليه جوزي بيضطهدني كده. طالما الزوج او اي راجل صوته علا قدام ست، يعني هو خلاص مش حاسس بانوثتها. لو هو حاسس بانوثتها صوته مش علا ولا هيعمل اي تصرف يضايقها. يعني حضرتك صوت الراجل لما بيعلى على الست بيكون سبب الست في معظم الاحيان، انا بشوف كده، لان احنا الستات انوثتنا بتجبر اي راجل يتعامل معانا باحترام. طب حضرتك توجهي للستات يخلوا جزانهم ويعلوا صوتهم عليهم. هي بس كل الموضوع ان ساعه لما يعني هي بيبقى في تدريبات معينه، ان ساعه ما هي تبقى عايزه تعمل حاجه وتلاقي الغضب، هي اهم حاجه التحكم في الغضب، لان النكد والغضب ضد الانوثه نهائي. فعشان تتحكم عندنا احنا ك يعني اساتذه صحه نفسيه بيبقى عندنا تدريبات معينه، ان هي تعرف ازاي انها تتحكم في الغضب ده. فهي في الاول هتحاول يعني تتخيل ان هي في الموقف وتعيد وتزيد في نفس الموقف، هو ان هي بتتخيل ان هي فيه، وان هي قادره تجزم الغيظ بتاعها، وان هي عارفه توصل لحل. ده مش هي ايه منفعله، لانه هي منفعله بيكون العقل اللاواعي بتاعها بيشتغل، فهو بيطلع خلاص اللي هي متعوده عليه، اللي هي عايزه تعمله اصلا. انما علشان ندخل العقل الواعي اللاواعي الحاجه اللي احنا عايزينها، بنبقى عايزين نعلم الواعي، لان الواعي هو اللي بيوصل للاواعي، اللي هو الواعي ده اللي هو ايه؟ اللي انا زي ما انا بكلمك كده دلوقتي. تمام. انا واعي انا بقول ايه؟
لكن ساعه الغضب اللاواعي هو اللي بيشتغل. اه فاحنا بندرب اللاواعي ده بالواعي، ان احنا نعرف الواعي احنا عايزين ندخلك ايه يا لاواعي. مره في مره التمرين هي خلاص بتتعود على كده، ان ما بيحصل اي موقف بتعمل عكس اللي هي عايزه تعمله. يعني هي مثلا لو ابنها ضايقها المفروض هي عايزه مثلا تزعق له او تضربه، بتعمل العكس على طول، تمام. تقوم عامله عكس، يعني هو ده الحل السحري، انها تعمل عكس اللي هي عايزاه في اللحظه دي. طبعا بتدريب مش اول مره طبعا، لان بيحتاج تدريب طبعا. تمام. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. عايزه دماغي تبقى لي انا لوحدي عشان اقدر اوصل للهدوء النفسي. انا متوقعه النهارده من الورشه ان احنا ممكن نتكلم في موضوعات تخص الاسره والحياه الزوجيه اكتر افاده فيها، وازاي نتعامل مع نتعامل مع بعض اكتر بطريقه احسن كده. خير عليكم. خلاص انا النهارده الورشه باذن الله، وتبقى الخير وان شاء الله احقق اللي انا عايزاه اوصله للناس. نيتي ان اوصل لمستوى معين للفكر في حياتنا كلنا، واثر تاثير ايجابي، فان شاء الله باذن الله اوصل اللي انا عايزاه باذن الله. اصحابنا قبل الورشه حاجه وبعد الورشه حضرتك معاكي هبه، ودي مش اول مره، دي ثاني مره، وبصراحه استفدت كتير من المره دي والمره طبعا اللي قبلها، عشان كده جيت المره دي. وكل مره باخد دعم نفسي فظيع، بيغير فيا وحياتي وبيتي ومع ولادي، وبيفعل روح معنويه كتير، وبيشيل حته الاكتئاب اللي عندي. فعشان كده دايما بحب احضر معاكي عشان اخد الدعم ده بين كل محاضره ومحاضره. يا رب دايما متفوقه وفي تقدم يا هبه، وتاخدينا معاكي للاحسن. انزلي احسن، احنا احسن على ايديكي ان شاء الله. انا النهارده استفدت من ورشة حياه جديده، استفدنا ازاي نتعامل ان شاء الله نتعامل مع بعض في الحياه احسن، ايه الحاجات اللي ممكن تقدر تفيدنا في حياتنا عشان نمشي بيها بعد كده، ونحط اهداف وبلان ان احنا نمشي عليها باذن الله لتغيير الاخر. وبشكرك جدا ليها، نوم رائع جدا لحياتي في التوقيت ده. تحبي تقولي لنا ايه الاهداف اللي ممكن اي ست تطلع بيها من الورشه بتاعت لويني حياتك؟ انا عايزه اتكلم، بس عشان كنت لسه بتكلم في الموضوع، في حاجات كنت لسه عايزه اكملها في موضوع الانوثه، لان اساس اي حاجه ان احنا بنحافظ على انوثتنا. قلت ان انا لازم اقبل ان انا ست اصلا. قلت كمان عايزه اضيف بقى ان انا مرفوضش الحاجات اللي بتحصل في حياتي. من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا ان احنا بنرفض المشكله فما بنعرفش نحلها، في حين ان احنا لو قبلناها هتتحل بسهوله، على الاقل هتبقي هاديه، تعرفي تفكري في حلول تحلي. طيب هو احنا بنرفض الاول شكلنا ولا بنرفض المشاكل اللي بنقابلها من وراء شكلنا؟ يعني انت بتتكلمي عن الشكل ولا عن مضمون الانوثه؟ لا، هو مش الشكل خالص. الانوثه مش شكل، هي الانوثه داخليه. فالانوثه من جوه هي بتبقى نايمه واحنا بنصحيها. فعشان تصحى لازم تظبطي الحاجات الداخليه. ازاي؟ اتفضلي. ان انت اولا تبقي متسامحه. قبل الفاصل اتكلمت في موضوع التسامح. تسامحي مع نفسك؟ تسامحي مع نفسك ومع اللي حواليك، لان من اعداء الانوثه ان انت تبقي مش متسامحه. متقبله بقى اللي فات واللي جاي طبعا.
ايوه اي ظروف حصلت زمان انت خلاص ما يعني خلاص عدت خلاص تبقى عارفه ان هي جايه لسبب، يعني هي جايه تعرفك حاجه واكيد لو دورتي كويس هتوصلي لها، حتى لو ما وصلتلهاش دلوقتي توصلي لها بعدين. شوفي بقى احنا كم مره حصل لنا مواقف وكنا رافضينها جدا بس بعدين قلنا فعلا الموقف ده ما كانش حصل ما كناش استفدنا. يعني التسامح والتقبل نوع ده هدف من اهداف الورشه. اه طبعا ان انا ارجع انوثتي الطبيعيه، انا هدف اساسي عندي ان انوثتي اللي تطلع، فلما انوثتي تطلع كل الكون ده هيبقى تحت امري. طيب وهو انت مستهدفه بس الست في سن معين ولا ممكن طبعا البنات في سن المراهقه تالي بيبقى افيد لهم ورشه زي دي؟ لما تبداي حياتك غير لما تصلحي تالي هو بناخد معانا موروثات قديمه بتخلي كل واحد مش فاهم هو جاي يعمل ايه وبيعمل ايه. للاسف ايوه فعلا دي الحقيقه، هي المشكله ان احنا كستات بنبقى جايين مش قابلين ان احنا ستات، فبنعمل حاجات علشان ناخدها من صفات الذكوريه عشان هم حقهم واخدينه، فللاسف رحنا الناحيه الثانيه زي ما قلت قبل الفاصل. فاحنا عايزين نوصل للانوثه اللي ربنا خلقنا عليها ان احنا عندنا قوه مهوله احنا اللي مش بنبقى عارفين قيمتها، فده الهدف اللي انا اوصله ان كل انثى كل ست في المجتمع العربي تبقى انثى واعيه قويه عارفه تستخدم انوثتها ازاي. شوقتيني للكورس بتاعي جدا. بس استاذه هبه اي ست بتطلع من الورشه مستفيده ايه؟ بتطلع محققه التوازن في حياتها، وده اهم شيء ان انا اعرف اوازن بين كل جوانب حياتي، ان انا اعرف اشتغل، اعرف اخد بالي من عيالي، اعرف اخد بالي من جوزي، اعرف ليه يبقى لي علاقاتي الخاصه واصحابي، اعرف اخد بالي من صحتي، ابقى عارفه احب نفسي، عندي الصوت الداخلي بتاعي، اعرف اتكلم ايه اقول ايه لنفسي عشان اعرف اعمل كل ده. طب انا في سؤال استاذنك، هو احنا طيب بس علشان الكورس احيانا بيفجر في حد من اقصى اليمين لاقصى اليسار، هل الكورس خطواته ستيب باي ستيب؟ ايوه طبعا، وبيبقى فيه يعني انا بدي حاجات زي فيتامينز كده وكل واحده بطريقتها هي، يعني انا مش بدي مثلا يعني بدي افكار مفتوحه وكل واحده تستخدم ايه تشوف ايه اللي ناقص عندها هي بتروح تحل وترجع، مش انا اللي اديها معلومات، هو مش موضوع معلومات خالص لان اليوتيوب والتلفزيون وكل حته معلومات، انا كل هدفي ان هي اللي تروح تدور هي اللي تحل مشاكلها بنفسها، تعرف ازاي تقوي نفسها بنفسها، مش ان حد هو اللي يقنها روحي اعملي وسوي وقولي، لا خالص. ولان الشخصيات مختلفه عن بعضها فكل حد استجابته اللي هتقوليه مختلف عن التاني، مشاكل كل واحده ليها مشاكل خاصه، يعني لان حياتنا كلها مختلفه كل واحد له حياته. هي جميل. ايه محاور ورشه لون حياتك؟ ان انا اوصل للتوازن، محاورها اول حاجه ان انا باخد احتياجاتي النفسيه من مين اول حاجه، وفعلا احنا بناخد احتياجاتنا النفسيه من مين؟ هو ربنا اللي بيديك الاحتياجات النفسيه، خلقك باحتياجاتك النفسيه، مين هيديها لك غير ربنا؟ يعني احنا فعلا نازلين باحتياجاتنا، ربنا بيخلق الحاجه وبيخلق بنجيبها منين؟ جوانا. هو اللي بيحصل بالظبط ان هو بيديكي الناس اللي بتديها لك، بس انت تبقى عارفه انها ان دول جايين لك عشان يدوكي الحاجات اللي ربنا هو عطاها لك، يعني زوجك بيديكي الحاجات دي مش هو المصدر، مش هو مصدر الامان مثلا، انت عندك احتياج للامان. اعلمك ازاي تاخديه، انت الامان ده عشان تاخديه المفروض انت عارفه ان الامان ده مصدره ربنا، انت حاسه بامان عشان انا انثى بالله، انا قويه بالله. فعلشان اعرف اخد الامان ده ابقى عارفه ان ربنا بعت لي جوزي، يعني ربنا هو اللي بعت جوزي عشان اخد منه امان. يعني مش هو المصدر، هو وسيله ان هو يديني الامان. ايوه جميل ما شاء الله. طب اي ورش تاني، ايه الورش التانيه المتاحه غير ورش لون حياتك؟ هو في ورش متاحه حاليا موجود دلوقتي، ورشه انا بحبك. ازاي دي؟ دي بعلم فيها الست ازاي انها تتعامل مع زوجها. احنا عارفين شويه حاجات كده، يعني بيحصل ملل بالزواج، العلاقه فعلا بيحصل فيها ملل من الضغوط بقى وكل واحد مثلا هي في شغلها هو في شغله، ازاي ان احنا نقرب العلاقه بدل ما هي عامله عليه كده وان هي بقى هو متحمل مسؤوليتها لان هو بقى محور حياتها. تمام. انا عايزاها تمشي معاه كده، هما الاثنين يطلعوا مع بعض كده. جميل. فبديها شويه ادوات ومهارات هي تستخدمها عشان تبقى معاه كده، مش تبقى عليه كده وضغطه، لان هو لو عمل كده هتقع على الدور. قبل انا عايزه هما الاثنين يمشوا كده، هو بيبقى زهقان. طب وضحها لنا. طيب
هو طبعا اللي انت تقوليه مهم جدا وجديد، بس انا اتمنى ان شاء الله انت تستهدفي المراهقات، علشان هم فعلا بيبتدوا حياتهم بمفاهيم غلط، فالناس بتقع وبنرجع ندور بقى بعد كده هو ايه الغلط اللي حصل. انا معظم يعني في بنات كتير بتحضر معايا الورش، بعمل لهم مخصوص هم لوحدهم ورش، يعني علشان لان دول محتاجين طبعا غير السيدات اللي بتزورك. بنصلح بقى دايما الناس، احنا للاسف اتجوزنا ما بنسالش، ان احنا بنتجوز وخلاص يعني بالميراث بالمعتقدات اللي احنا وارثينها زي ما هي بناخدها معانا، يعني حتى ما نعرفش ليه بعد فجاه شويه تلاقي نفسك وانا اتجوزت ليه، يعني هو انا اتجوزت ازاي، وتقعدي بقى تسالي نفسك الاسئله، مع ان المفروض الاسئله دي السؤال ده بتاع ازاي ده يسال الاول، يعني اسالي الاول ليه وبعد كده ازاي وبعدين تتجوزي. طبعا مش الاول بنتجوز وبعدين نسال ازاي وبعد كده وانا اتجوزت ليه. اتبسطنا جدا مع حضرتك والله، والحلقه كانت في منتهى الجمال، ولو حابه تضيفي حاجه على ورشه انا بحبك اتفضلي. ورشه انا بحبك بتقتل الملل الزوجي، ان بتخلي دايما على طول في ان انا على طول هو عايز يقعد معاها وهي على طول عايزه تقعد معاه، لان بتبقى الشكوى الدايمه طبعا للست المصريه، واي ست في العالم دلوقتي بتشتكي منه على قهوه، هو على النت، هو مع اصحابه، هو في الشغل. ايوه لا انت ممكن تكون عندك حل. ايوه طبعا في الورشه دي حلول كتير انا بطبقها انا شخصيا، وناس حضرت الورش بتاعتي وبتطبقها والحمد لله. في احنا المره الجايه ان شاء الله تجيب لنا اللي تطبقوها. طب ازاي استاذه هبه الست تكون سعيده في بيتها؟ انها ما تخليش زوجها محور حياتها، وللاسف معظم الستات بتعمل كده، من ان هو مش انت بس المحور، انا عندي انا اولا مستمتعه بالحاجات اللي عندي، لان برضو من الحاجات اللي عندنا كستات مشهوره جدا ان هي عدم الرضا، انها تبص حواليها ده عنده ده مش عنده، لا انا عندي الحاجات اللي عندي دي انا اتبسط بيها واعرف اخلق منها حاجات كويسه جدا تساعدني، اخلق منها متعتها وسعادتها، هيجيلي حاجات فعلا تانية احسن، تبقى هي عارفه كده، يعني هي ايه لان شكرتم لازيدنكم، فكره ان انا اشكر باللي عندي استمتع بيه عشان يجيلي اللي مش عندي، دي اهم حاجه، وانها طبعا تعمل لنفسها وقت خاص بيها وتعرف ازاي انها يبقى لها علاقه بربنا خاصه بيها، دي من الحاجات المهمه جدا يعني. وفي نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذه هبه زايد وبنشكر الاستاذه اميره فاروق. اهلا ولا اللي في حلقه جديده ان شاء الله. نورتوني والله بجد، ربنا يخليكي.